قناع وقع من على وش حد عزيز عليك وقوعه وجعك، خزلك، اتصدمت. أنا عندي مشكلة كبيرة إن أنا بنسى، بنسى الإساءة والله. بس الوجع ما بيتنسيش. آه بس أنا بنسى الإساءة. هقول لك حاجة، يعني بتنسى ولا بتتناسى؟ لا والله أنا فعلا بعد فترة بنسى، وخصوصا إن بعد فترة المواضيع دي زي ما أنا قلت لك إن ربنا بيطبطب عليك. بس بزعل مثلا من مثلا ممثلة أو ممثل يطلع معايا في حاجة ويكون مديله مساحة كبيرة وحاجة لأول مرة، وليه بيتكلم كلام مش لذيذ مثلا، ما انا دي بتضايق مثلا. بس اللي بيخليني ما ردش، انا عارفه انت تقصد مين يعني، فخليني اتضايق ليه؟ طب ما انا مدي مش يعني، كان انا اللي مرشحك مثلا، انا اللي مرشحك للدور اللي هو ما كانش حد هيحطك في الحته دي مثلا. بزعل جدا ان حد يتكلم عني. مثلا افتكرت لك حاجه حصلت، بس مش لدرجه انها وجعاني وحرقاني، ساعتها كانت حرقاني جدا. كنت بعمل فيلم، تاني فيلم اكتبه في حياتي، مش هقول اسمه عشان هيتعرف الصناع. هقول بيقولي في الفويس اوفر بقى اللي على الحلقه. هحترم رغبتك يعني، عشان انا ما بحبش مشاكل مع حد. اوكي. فالفيلم ده انا مضيته كان بنص اجري في التاليف، بناء على مجامله لاصدقاء، وقعدنا فتره كبيره. الفيلم ده هتقولي راجل ريحتك صح؟ هموت واقولها. انا ريحتك، هتموت وشايفك. شايفني. هتقولي راجل. انا بحب الفيلم ده جدا، وبحب الشيف رمزي واحمد الفيشاوي وليهم فضل كبير جدا. خلي بالك ان الفيلم ده هيتعمل، وفضل كبير جدا ان هم شريف خلوق جدا كمان. طبعا حبيبي وصاحبي، وليهم فضل طبعا كبير جدا ان انا اكون تالتهم في الفيلم، لان ساعتها انا كنتش عملت ولا فيلم قبل كده، كنت عامل بس حكايات بنات وعرض خاص، كنتش لسه معروف يعني بالشكل اللي هم يبقى تالتهم يعني، دي حاجة كبيرة. بس وانا شغال على الفيلم كنت بكتبه عشان ابقى موجود فيه في الدور، قعدت سنة ونص سنتين اشتغل عليه تقريبا يعني، ومضيته بنص الاجر كمؤلف. فكنت بقعد اكلم اقول لهم يا جماعة، وانا ما مضيتش كممثل ازاي يعني؟ احنا هنخش نصور كمان شهر، هنخش نصور كمان اسبوعين، احنا هنخش كمان نصور كمان اسبوع، ناس يومين. لحد ما حد كلمني وقال لي تعالى عشان نمضي. قلت لها طيب يلا بينا. قعدنا قعده كده، قالت لي ها قول لي. قلت لها لا قولي لي انت، انا يعني انا ما بفهمش في البدايه ورايح داخل اتجوز ومحتاج اي جنيه يعني. قالت لي بص احنا مش حاطين بادجت خالص للدور ده، صفر. قلت لها يعني ايه؟ خضيت. قلت لها يعني ايه في حد بيشتغل ببلاش؟ قالت لي هو كده، لو مش عاجبك بكره هنجيب ممثل فلان الفلاني مكانك وتمشي انت، وانا اللي كاتب الفيلم ده ليه وعمل لهم تنازل. فكانت توجع. فضلت قاعد متسمر كده شويه. قلت لها انا موافق. قلت لها بس طب اللبس، انا هجيب لبس منين؟ انا فعلا معيش فلوس. قالت لي اوكي هنكتب لك رقم كذا، رقم قليل قوي في العقد كده، بس احنا اللي هنجيب لك اللبس ومالكش دعوه. وفعلا جابوا لي اللبس، وفي الاخر اخدوه عشان كان بتاع ابن الستايلست. ابن الستايلست. هي قالت كده عايز اللبس بتاعي، كان كروكس وبنطلون وبتاع، ده اللي اتقلز. موقف زي ده يعلمك حاجات. ساعتها كنت تتحرق دمك وتزعل وتتضايق وتتقهر طبعا، وحقك تظلم، بس ربنا هيعوضك وروعه، وربنا عوضني. ده كان قصدك لما قلت لي الحياه بتفرض عليك ترسم قناعك؟ طبعا طبعا. فدخلت الفيلم وصورته، وربنا كرمنا وعملنا فيلم مختلف. وقدرت نفسيا تشتغل وتتعامل كويس؟ قدرت نفسيا ان انا اشتغل واتعامل كويس، لان ده كان قناع ايه؟ لان الصناع هقول لك، قناع حب الشغل، لان في الاول وفي الاخر مش ده اول فيلم ولا اخر فيلم عامله، والصناع كلهم حبايبي. الابطال شريف رمزي، احمد الفيشاوي، دنيا سوري ايمي، يسرى اللوزي كانت ميرات ساعتها، والمخرج صديقي محمد شاكر طب اسنان، هو اول فيلم كان يعمله، هو دفعتي اصلا، وانا كنت مرشحه للفيلم ده، هو طبعا مخرج كبير قوي 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 يعني دلوقتي. فالاجواء كلها بتخليك خلاص انسى اللي فات، مش مهم الفلوس، الفلوس هتيجي وقتها، المهم تعمل حاجه كويسه وتبقى قد النجوم اللي انت هتقف، تبقى قد ادوارهم دول، لان هم تعبوا بقالهم 10 سنين عشان يوصلوا.
لو اضطريت تلبس قناع شخص غيرك ولو ليوم، تختار قناع مين؟ يعني ممكن اختار حيوان، فاهمة؟ اكون مثلا تختار حيوان ايه؟ مثلا باندا. باندا هادي كده وقاعد ومفيش وجع دماغ ولذيذ وشكله عكس حيالي. طبيعتك هادي ومش ما بيفكرش في حاجه وبياكل، مش عايش في ضغط عصبي، مش حاجه خالص، مفيش حاجه، وقوي ومحدش يقدر يقرب له، وقولونه كويس وقولونه مية مية. صح. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.